ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن كتاب اسمه Working with Emotional Intelligence، او انك تشتغل بالذكاء العاطفي، يعني تستخدم الذكاء العاطفي في شغلك. لمين؟ لدانيال جولمان. دانيال جولمان اتكلمنا عنه قبل كده لما اتكلمنا عن كتاب اسمه Emotional Intelligence او الذكاء العاطفي، اتكلمنا عليه في Social Intelligence او الذكاء الاجتماعي، وبنتكلم عليه النهارده في Working with Emotional Intelligence او استخدام الذكاء العاطفي بالاخص في شغلك. بعض الكتاب هتلاقينا بنكررهم، زي مثلا ما اتكلمنا كذا مره على دانيال جولمان، زي ممكن تلاقينا برضو اتكلمنا مثلا كذا مره على ستيفن كوفي. تكرار الكاتب لانه هو متخصص في حاجات معينه وليها علاقه ببعضيها، فانا مش عايز اديك حاجه واسيب الباقيين، لا يعني مش عايز اديك مثلا الايموشنال انتليجنس من غير ما اديلك السوشيال انتليجنس. طب ما في كتاب تالت كده اللي هو Working with Emotional Intelligence، طب ما ندولك عشان تكمل الصوره، فاهمين نيتي فين؟ ليه بقول كده؟ لان في ممكن كتاب تاني لكاتب تاني مثلا، والكاتب دوت ما قلناهوش غير مره واحده، ده مش معناه ان الكاتب ده وحش او اي كلام مثلا، والكاتب اللي احنا بنتكلم عنه كذا مره فده احسن، لا خالص، بس معناه ان الكاتب ده للكتاب ده في التوبيك ده قفلوا في الكتاب ده خلاص، مش محتاجين تكمله ليه، تمام؟ لكن الكتاب دول بيبقى في حاجات متكمله في كتب تانية، فبالتالي يفضل ان انا اديك الصوره كامله. طيب خلينا نتكلم على الكتاب بتاع النهارده. هو ككونسبت بيتكلم دانيال جولمان عن ان انت كل ما تعلى في شغلك كل ما بتحتاج الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي اكتر من الكوجنيتيف سكيلز او الذكاء بتاع عقلك العقلاني. يعني في مقوله كده حتى في الشركات يقول لك كل ما تطلع باللادر فوق، يعني كل ما تطلع بالسلم لفوق لازم تبقى دبلوماسي اكتر. دبلوماسي اكتر مش معناها السلبي، معناها الايجابي، عشان عارف بعض الناس دبلوماسي دي معناها ان انا ابقى سلبي بقى وما اعملش حاجه وما اعملش مش عارف ايه وما اطلبش حقوق الناس وما اعمل، لا دبلوماسي هنا معناها ان انا محتاج ارضي اللي فوق وارضي اللي تحتيه، فبالتالي انا في النص، كل ما اطلع فوق لازم مشاكلي تقل، لازم انا اللي احل المشاكل ولازم ما اشتكيش كتير، فاهمين قصدي؟ طبعا فده يتطلب ذكاء عاطفي اكتر من الذكاء العقلاني، لوجيك صح؟ فعشان تترقى محتاج الذكاء العاطفي بتاعك يزيد، ودي تبقى من اساسيات الترقيه. يقول لك انت عندك الخبره وعندك الذكاء العقلاني وعندك كل حاجه، ولكن ايموشنالي عندك مشكله. يقول لك الشخص ده ايموشنال، يعني ايه ايموشنال؟ يطلع منه قرارات، يطلع منه ردود افعال مبنية على العاطفة أو من عاطفته من غير ما يحسبها، فبالتالي الذكاء العاطفي بتاعه قليل، ما ينفعش. تفتكر القاعدة دي، الميزة هنا إيه؟ عشان ممكن يقول لي طب أنا ما بعرفش أعمل كنترول على مشاعري وأحاسيسي مثلا، فبالتالي أنا عندي الذكاء العاطفي ضعيف. لحسن الحظ زي ما هو قال بالظبط إن الذكاء العاطفي ممكن يتطور وممكن يتحسن بسهولة، على عكس الذكاء العقلاني بيحتاج وقت كبير، وليه علاقة برضو الذكاء العقلاني بقدرات الشخص. يعني انت ممكن تكون مولود بجيناتك بحاجتك باللي تعودت عليه باللي اتبرمجت عليه خلاك ذكائك العقلاني يبقى عالي او واطي، ولكن الذكاء العاطفي ممكن تطوره عادي خالص، فدي ميزه. عشان ده يزيد لازم تتعلم انك تتعاطف مع الاخر. يعني ايه اتعاطف مع الاخر؟ يعني احط نفسي مكانه، اشوف وجهه نظره، وعشان افهم هو بيفكر ازاي وافهم وجهه نظره لازم اسمع له. مش كده بيقول لك اهم مهاره او سكيل تعلي التعاطف عندك
انك تتعلم ازاي تسمع من غير ما تقطع. عشان تتعلم تفهم مشاعر الاخر قال لك لازم تتعلم تفهم مشاعرك. فلما انت تفهم مشاعرك هيبقى من السهل عليك تفهم مشاعر الاخر، لوجيك وسهل. تركز افهم مشاعرك، انا ليه حاسس بكده، اللي انا فيه ده ليه، الحاله دي ليه، وهكذا. عشان تتقبل ده وتفهم ده ممكن تحس ان انت غلطان. ساعات وانت بتفهم نفسك ممكن تلاقي نفسك غلطان او مش عارف تفهم نفسك، فبالتالي بيقول لك حاول تاخد وتتقبل الفيدباك من الآخر، عشان ده هيزود عندك إحساسك بالغير، وهو سماها هيحسن رادارك. الرادار بيقيس سرعة العربية، الرادار بيحس بأي حاجة جاية، فأنت رادارك هيحس إن أنت متضايق أو هيحس إن هو متضايق أو هيحس اللي أنت هتقوله دوت ممكن يضايق الإيه؟ الآخر، فيخليك ما تعملوش. عشان كده بيقول لك تقبلك لفهمك وتقبلك لمشاكلك ونقاط ضعفك ونقاط قوتك وتقبلك لرأي الآخر فيك والفيدباك اللي بيجي لك إذا كان إيجابي أو سلبي، ده هيطور عندك الذكاء العاطفي، لأنه هيخليك تفصل ما بين تفهم وما بين رد فعلك اللي هو غالبا بيبقى عاطفي، فهيخليك ترد رد متقاس، خلينا نقولها بشكل بسيط. وده كله هيأثر على حاجة اسمها المود، وهو وصف المود ده ان هو حاجة بتكاتش. يعني ايه بتكاتش؟ يعني بتمسك، بتمسك فيك وبتمسك في الآخر. تخيل كده انت قاعد في عادة ومبسوطين وفجأة دخل عليك واحد مكتئب وموده زي الزفت، بيحصل ايه؟ بالظبط كل الناس اللي قاعده بتكتئب، لان المود بتاعه مسكه عداكه، فبالتالي بيطلب منك ان انت دايما تخرج مود ايجابي عشان ياثر ويمسك في الناس اللي حواليك بشكل ايجابي. وعشان توصل لده لازم تتعلم ايه اللي بيشكل وبيأثر على مودك، وده مش هيحصل من غير ما تفهم نفسك ومشاعرك وأحاسيسك وعواطفك، والإيموشنال إنتليجنس بتاعك يبقى عالي. ودي كانت حلقة النهاردة، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. باي باي.